جرى اليوم اتصال هاتفي بين حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واخيه صاحب الجلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه. وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك. داعينا الله عز وجل ان يعيد هذه المناسبه على الشعبين والبلدين الشقيقين بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار